قبل ما أبدأ الفقرة، بوسي أصلا بتتكسفي ولا جريئة؟ جدا. جريئة ولا بتتكسفي؟ ده بتكسف والله وحياة ربنا، بتكسف جدا يا شيخ. وحياة ربنا هشوف. بعد التعليقات على السوشيال ميديا كان فيها تنمر على لبسك زمان وبتقارن بين بوسي زمان وبوسي دلوقتي، ده بيضايقك؟ بتشوفي تنمر وانما مثلا لو عملتي اغنيه حلوه او عامله لوك جديد او عامله ستايل معين فبصوا بقت بتعمل ايه، الله يرحم مش عارف ايه، ويحطوا صورتين جنب بعض والحاجات السخيفه اللي احنا بنشوفها كلنا. صراحه الموضوع بيضايق. بيضايقك؟ ما بترديش؟ اكيد لا، ما بردش، ما تعودتش ارد، برد بشغلي. يعني اتعودت ارد بشغلي باغانيه. اتعودتي كمان ما يضايقكيش؟ إيه لا، وفعلا بقيت اتعود، فعلا اتعودت انه ما بقاش يضايقني. إيه ان هو ده بقى اسلوبهم دلوقتي، ومش فاهمه بيعملوا كده ليه اصلا. يعني انتوا بتستفادوا ايه؟ ما هو اصل ده طبيعي ان كل واحد فينا في مرحله سنيه شكله بيختلف. وانا صغيره شكلي بيختلف، بعيد عن عمليات التجميل او الناس اللي بتعمل عمليات تجميل، هتجيبي ناس صورتهم هم صغيرين غير هو عندهم 20، غير هو عندهم 30، غير هو عندهم 40. فهو ده حال الحياه، ان شكلك بيتغير مع السن. فاللي هو طب ليه بتعملوا كده ليه؟ وبقتش اتضايق. يعني ما بقتش تجميل يا بوسي مره واحده، عملتي مناخير بس كانت مضايقان. يعني عارفه لما تلاقي نفسك كل ما ده شكلك بيحلو، بقيتي احلى، وفي حاجه واقفالك عقبه مضايقاكي، شكلها مش مريحك، مش مرتاحه لها، مع اني كنت ضد عمليات التجميل من زمان جدا. اقول لا، انا يعني انا مع فكره بحب نعمه ربنا، طبعا نعمه ربنا، بس مفيش مانع انك ايه في حاجه انت مش مرتاحه لها تظبطيها، اللي هو في يعني في نطاق المعقول. انت فرحانه كده وشايفه نفسك حلوه كده والحمد لله ما عملتها، عارفه انا مرتاحه نفسيا، يعني حاسه شكلي بقى احلى، ارتحت، عملتها، انبسطت. في حاجه تانية عايز تعمليها ولا خلاص؟ لا انا تمام، انا زي الفل. اعمل ايه؟ أمر والله الحمد لله. ما فكرتيش مثلا تعملي عمليه النحت والشفط والحاجات اللي بيعملوها دي؟ نحت نحت وشفط لا يعني اقول لك على حاجه، انا ممكن اكون عملتها مره زمان ايام ولادتي لابني، ما كانش فيه الامكانيات بتاعت دلوقتي، فولدت سيزاريان فكان ليا بطن، فكانت مضايقاني وانا كان جسمي رفيع ومتعوده ان انا جسمي يعني مظبوط، فبرضه كانت مضايقاني، فعملتها ما ظبطتش ولا كأني عملت حاجه، لقيت نفسي انا بخس لوحدي بس. لكن ان انا اقعد انحت في جسمي واقعد اعمل في حاجات ملهاش اي 30 لازمه، طب ما انا جسمي حلو، اقعد اعمل ليه؟ لعب رياضه كل حاجه تروح. بصي بحاول على قد ما بقدر، بس ما بلتزمش طول الوقت. يعني باجي في وقت تلاقيني ملتزمه جدا ورياضه والكلام ده، مش لازم دايت، عشان انا اصلا اكلتي ضعيفه، يعني انا اساسا فيجيتيريان واكلتي ضعيفه جدا، فطبيعي ما باكلش. احمد سعد عمل عمليه نحت وشه، ممكن تعمليها؟ لا انا وشي، بصي انا عندي حاجه، اما بتخن اربعه يعني 3-4 كيلو بيبان في وشي على طول دغري في ثانيه، اول ما بخس ده بيتنحت لوحده، فمش محتاجه ان انا اعمل ده.